المعدن النفيس بسبب ندرته وصعوبه استخراجه وتدويره، ولو نظرنا الى اكثر 10 دول كنزا للذهب في العالم سنجد ان تلك الدول هي التي تعتبر الاولى اقتصاديا حول العالم. لنبدا اذا مع المرتبه العاشره التي جاءت فيها الهند باحتياطي يبلغ 557 طن. المرتبه التاسعه لهولندا باحتياطي يبلغ 612 طن. المرتبه الثامنه جاءت فيها اليابان ب 765 طن. المرتبه السابعه في احتياطي الذهب كانت لروسيا التي يبلغ مخزونها الف وخمسه عشر طن المرتبه السادسه لسويسرا باحتياطي وصل الى الف وواحد طن الصين حلت خامسا باحتياطي وصل الى الف وخمسين طن المركز الرابع عالميا لفرنسا بمخزون بلغ الفين واربعمائه وخمسه طن ايطاليا جاءت ثالثا باحتياطي وصل الى 2451 وواحد, وخم و... الفين واربعمائة وواحد وخمسين طن ثانيا حلت المانيا باحتياطي وصل الى 3387 طن الولايات المتحدة والتي على الرغم من الأزمات الاقتصادية التي ألمت بها إلا أنها تحتل المرتبة الأولى عالميا في احتياطي الذهب لديها حيث أنها تختزن 8133 طن من الذهب إذا هذه بشكل عام نظرة سريعة على أكثر عشر دول كنزا للذهب في العالم بحسب مجلس الذهب